سويس رول الشوكولاتة، خليط الكيك، ربع كوب دقيق، ربع كوب بودرة الكاكاو السادة، رشة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، 4 حبة كبيرة بيض مفصول، 3/4 كوب سكر ناعم الحبيبات، وملعقة صغيرة فانيليا سائلة. كريمة الشوكولاتة، 1 كوب كريمة سائلة و120 جرام شوكولاتة. الصلصة، 1/4 كوب كريمة، 100 جرام شوكولاتة، وملعقة صغيرة عسل. في الأول هحتاج صينية من الصواني اللي بنسميها صواني قصيرة الحافة. هحط قطعة من ورق الزبدة في داخل الصينية بالشكل هذا، وهخليها تبقى جاهزة جنبي. أبتدي وصفتي بإني أخفق بياض البيض، بخفق لغاية ما يصير عندي هش. وأبتدي أشيل زي ما قلنا بياض البيض من وعاء الخلاط وأحطه في طبق تاني، ما يبقاش مخفوق كتير زي ما اتفقنا، يبقى سوفت شوي. هبتدي هلأ أحط صفار البيض، 4 صفار بيض، وأحط عليهم السكر، وأحط ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. وأثناء ما أنا بخفق صفار البيض مع السكر، هبتدي أنخل بودرة الكاكاو مع الطحين، ونشوف الخطوة التالية بعد هيك. تبقى الخليط هون أصبح عندي لونه فاتح، اللي هو صفار البيض مع السكر، وزي ما قلنا هننخل الطحين مع بودرة الكاكاو ورشة الملح والبيكنج باودر. هبتدي أضيف الخليط بالشكل هذا. هشغل. بس اختلط عندي هاخد الخليط هذا وأوزعه أو أخلطه مع بياض البيض اللي عملناه إحنا قبل شوي. باخد شوي شوي من المقدار عشان احافظ شوي على الهواء. شوي شوي ابتدي اقلب وابتدي اوزع الخليط في الصينية. بصبه كله في الاول مرة واحدة، ابتدي شوي شوي بالسباتيولا هيك افرد هالخليط بهدوء. بدخل السويس رول الى الفرن على درجة حرارة 180 من 12 ل 15 دقيقة حسب الحجم اللي انا بستعمله. بس يطلع السبونج من الفرن هو سخن على طول، بروح ماخذ الورقة وبحطها على سطح السبونج بالشكل هذا وأقلبها، وأبتدي الاثنين مع بعض ألفهم بالطريقة هاي، أحطهم على جنب في المطبخ لغاية ما يبرد عندي السبونج تماما. نبتدي نعمل كريمة الشوكولاتة، والكريمة هاي يفضل إنكم تكونوا مجهزينها قبل بوقت. هنحتاج 1 كوب من الكريمة، هحطه في كاسرول وأبتدي أسخن لغاية ما أحس إنه الكريمة أصبحت عندي سخنة كويس. وفي كاسرول الثانية هبتدي بنفس الوقت أعمل صلصة الشوكولاتة. هحتاج 1/4 كوب من الكريمة، مقدار بسيط جدا. أبتدي هلأ الكريمة اللي هي المقدار الكبير الوان كاب، هحط له مقدار الشوكولاتة، هقلب على خفيف لغاية ما يدوب عندي الشوكولات على الآخر. وبنفس الوقت هبتدي أضيف الشوكولاتة للمقدار الصوص، وأبتدي أقلب لغاية ما برضو يدوب عندي على الآخر. هلأ الشوكولاتة اللي هي للكريمة ما حقدر أستعملها هلأ، لابد أني بعد ما تدوب على الآخر أحطها في التلاجة. هاي الكريمة اللي هي بعد ما حطناها بالتلاجة وتلجت، هبتدي أحطها في وعاء الخلاط، وعيني عليها خلوا بالكم لأنه بسرعة ممكن تتماسك معي. أعزائي المشاهدين الكريمة جاهزة، هبتدي أوزعها على السويس رول. بعد هيك بالسباتولا هبتدي شوي شوي أوزع الكريمة. خلينا نبتدي نلف السويس رول، بحاول أضغط على الطرف بهالطريقة. ورقة الزبدة هذه كتير حتساعدني على الضغط، وقد ما فينا نضغط بس أحاول شوي شوي. يعني أورشيكم، لاحظوا أنا كيف بعمل.
لانه الورقه عم بتساعدني انه احذف وحذف. خدت بالكم انا ايش بعمل لغايه ما اوصل الى الاخر. لازم الضغط هذا كتير كتير مهم. بعد هيك نحطها بالثلاجة. هنعمل الصوص يبقى سائل بالشكل هذا. حضف له العسل. ابتدي اوزع الصوص بالطريقة هاي. في الاول بحط هيك كمية شوي زيادة. بس بظهر المعلقة بفردهم انزل على الجوانب شوي. هيك هلأ السبونج او السويس رول عندي جاهز. اذا حبيتوا تضيفوا له اي نوع من لمسات الديكور. طبعا احنا عنا لمسات ديكور الزوق بأي ديكور. في عنا الديكورات هذه البسيطة بتبقى كتير حلوة. بس على طرف واحد من السويس رول عنا. إذا حبينا في هون قلوب. في عنا أي ديزاينات نقدر نحطها في الطبق كنوع هيك من تزويق الطبق. وحنحتاج شوية بودرة الكاكاو. هلا أصبح عنا السويس رول جاهز. فيني أحطه هلا بالتلاجة. فضلاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.